طب هل هو مرض معدي يا دكتور لازم ناخد منه الاحتياطات الكافية مع أي مريض موجود في العيلة، ولا عادي يكون التعامل عادي؟ هلا بالنسبة للالتهاب الوبائي ألف، هذا معدي حيث أنه آلية النقل هو عن طريق الأغذية، يعني عن طريق الطعام، يعني بيبقى نقله يعني صعب، بيخرج الفيروس من مبرزات الشخص خاصة مع البراز، يعني شلون. فهذه الدائرة إذا كانت يعني قريب الشخص يعني فبينعدى، فخاصة طلاب مدارس بتلاقي لما بيحدث فوعة أو عدوى بتنتشر بين طلاب مدارس التهاب الكبدي ألف. أما البي والسي فبده اتصال حميمي بقى، بده تماس دم أو سيرانجا يستخدمها نفس الشخصين أو نقل دم أو اتصال جنسي حميمي أو ما شابه. بالنسبة للبي، للبي الالتهاب الكبدي الوبائي بي، هذا الحمد لله أنه له لقاح، يعني شلون؟ يعني الباقي ملوش اي لقاح ولا الباقي له ملوش لقاح متوفر له متوفر. لقاح يعني تلقيح الاطفال يبدا من الولاده بعد شهر جرعه، بعد 6 أشهر جرعه ثالثه، وممكن خلال السنين بعدين المتراكمه انه يعطيه جرعه داعمه، وخاصه العاملين بالحقل الصحي يجب ان ياخذوا جرعتين او ثلاثه بفاصل، مثلا جرعه اولى بعد شهر جرعه، بعد 6 أشهر جرعه، بحيث انه يقوا انفسهم، لانه اكثر شيء العاملين في الحقل الصحي هذول معرضين انهم ياخذوا، بيتعاملوا مع الدم، بيتعاملوا مع المرضى، مع مفرزاته، مع يعني بيتعاملوا مع فعلا يعني فهذول هم اكثر عرضه للاصابه ببعض الامراض. والالف كمان التهاب الكبدي الالف كمان له لقاح، يعني حاليا هم بتركيا مطبقينه، يعني بياخذ جرعه على السنه ونص وجرعه على السنتين، يعني كمان في وقايه له يعني. اما السي والباقي الاصناف الاخرى فما في يعني لها تمنيع يعني للاسف الشديد للاسف. طيب دكتور انتوا كأطباء